قلعة برقوق، التاريخ الشاهد على مجازر الاحتلال، هي واحدة من أبرز المعالم التاريخية والأثرية في قطاع غزة. بنيت قبل أكثر من 630 سنة وكانت شاهدة على مجازر الاحتلال على مدار الزمن. تعالوا نتعرف على قلعة برقوق، أهم قلاع المماليك. في عام 1387 أسند مؤسس دولة المماليك البرجية السلطان برقوق للأمير يونس بن عبد الله النورزي بناء قلعة في مركز إحدى المدن الساحلية جنوب قطاع غزة، واللي سميت لاحقاً باسمه وهي خان يونس. القلعة بنيت على حوالي 16 دنم وسط مدينة خان يونس، وبتتكون من طابقين وجامع، وبتتخذ شكل مربع زوايا مدعمة بأبراج جائرية. والقلعة بتتميز كمان بمأذنتها الأثرية الجميلة اللي بتقع على يمينها ذات القاعدة المربعة، وقبتها الأخاذة، وشبابيكها الثلاثة المستطيلة، وبابها المجوف، وعتباتها الرخامية. وغير هيك النصوص العربية المنقوشة على الأحجار، وكمان المسجد اللي بيقع على يسارها والمكون من طابقين. وخصص الأمير يونس بجوار مسجد القلعة ديوان لاجتماعات أهل السلطة والحكام لمناقشة أمور البلاد. يحد القلعة من الخارج سور ضخم يحميها من الهجمات، وبيحتوي هذا السور على الكثير من النوافذ الوهمية اللي بتظهر وكأنها رسومات وتصميمات جمالية ذات أشكال حيوانية، وبيحتوي في جوانبه المختلفة على غرف صغيرة محمولة على أعمدة خرسانية ترتفع إلى ما بعد نهاية السور، وبتتخلل جدرانها الأربعة فتحات مغطاة ببعض الأسلاك الحديدية، وبتستخدم للدفاع عن المدخل ولرد هجمات المعتدين على القلعة. كان هدف السلطان برقوق لما بنى هاي القلعة إنها تكون حامية للمدينة ومنطقة لقاء واستراحة بين التجار والمسافرين، كمركز بيتوسط الطريق بين دمشق والقاهرة. أما في العهد العثماني تحولت القلعة لسكن عسكرية، بعدين تعرضت لإهمال كبير نظراً لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، واللي أفقد الطريق التجاري بين فلسطين ومصر أهميته. كانت قلعة برقوق شاهدة على التاريخ والحروب اللي إجت على فلسطين، وكمان أجزاء منها تعرضت للانهيار الكامل خلال الحرب العالمية الأولى. وشهدت القلعة مجزرة عام 1956 ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي، وخلفت عشرات الشهداء من أهالي خان يونس. وما ضل من القلعة اليوم غير الجزء الأمامي والمأذنة اللي تم ترميمها حديثاً.